لحساب الجولة الثانية لدوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا. نادي الكناري يحاول تعزيز حظوظه بعد التعادل المهم الذي عاد به من لواندا، لكن ذلك سيكون في مواجهة حامل اللقب. التفاصيل مع مراسلنا حسين بوصالح من الجزائر. نادي شبيبة القبائل العائد بتعادل مهم من لواندا على حساب أتلتيكو بتروليوم الأنغولية، نتيجة بعثت التفاؤل الكبير لدى كتيبة الكناري بالرغم من محدودية العناصر الجاهزة لمنافسة دور أبطال إفريقيا، خصوصا بعد عدم تمكن إدارة الكناري من تأهيل العناصر الجديدة، وهو ما يضيق خيارات المدرب ميلود حمدي. فمن حسن حظ الفريق أيضا أن إصابة كل من سليم بوخنشوش ونوفل بن حمو في المباراة الماضية لم تكن في درجة الخطورة، حيث اندمج بشكل عادي خلال الميران الذي يسبق مواجهة الوداد البيضوية، وهو مؤشر إيجابي للطاقم الفني. Comme vous l'avez dit, on ramène un point de Luanda contre une très bonne équipe première de cycle. عدنا بنقطة مهمة من لواندا أمام منافس يتصدر بطولته. صحيح، مع خبرتي في دوري أبطال إفريقيا كل النقاط المتحصل عليها مهمة. الآن أحاول تأهيل جميع اللاعبين، لكن أحيانا الأمور لا تسير كما نريد وتأخذ وقتا أطول، ويبقى دور المدرب في هذه الحالة هو دمج المجموعة، واللاعبون أظهروا جاهزيتهم. وفي الطرف الآخر، الوداد البيضوي المغربي العائد من جديد لمسابقة دور أبطال إفريقيا بعدما أنهى مشاركته في كأس العالم للأندية في المركزية الخامس، ها هو يتطلع رفقة مدربه التونسي مهدي النفطي لتسجيل بداية موفقة خارج الديار، خصوصا مع الأجواء الإيجابية التي تسود الفريق بعد التأهل للدور الثمن النهائي لمسابقة كأس المغرب على حساب المغرب بالتطوانية. حاولنا التحضير بالشكل المطلوب. صحيح أن اللعب كل 4 أو 3 أيام أمر مرهق، لكن اللاعبين متعودون على هذا. وصلنا الأربعاء إلى الجزائر في ظروف جيدة مع استقبال رائع، ونحن جاهزون لهذه المباراة. أما عن المنافس، نعلم أنه يمر بفترة صعبة محليا، لكن نعرف تاريخ النادي العريق في المنافسة والدليل بدايته الجيدة في أنغولا. بالرغم من ظروفه الصعبة، يحاول شبيبة القبائل مخالفة التوقعات الذهاب بعيدا في هذه المسابقة، فالتأكيد سيكون أمام حاملي اللقب النسخة الماضية نادي الوداد البيضوي المغربي، الذي لا يريد هو الآخر التنازل عن لقبه بسهولة. حسين بوصالح، بي إن سبورتس، من ملعب الخامس جويلية، الجزائر.